توصلني معك على الكلية؟ شو علي؟ تفضل. بابا وأنا كمان خذوني معكم. لوين؟ ما بعرف. قاعد يدرسي، قرب فحص البكالوريا. يلا يا ولد، حان على السيارة. جيت بابا، جيت ليكني. انزلوا من السيارة. بسيطة، بطارية بدها تغيير. وقديش بتكلف هي؟ 1300 ليرة. اوكي. غاشش بالبطارية هذا. معقول؟ بعد ما دفعني 1000 ليرة؟ هذا مو عمو عادل؟ ايه دهنه دهنه. عمو عادل؟ عمو عادل؟ عمو عادل؟ عمو عادل؟ يا عادل؟ خير خير ابو رامي، شو ما حل العروس لسه؟ والله هيك فجأة وقفت مع اني مغير لها البطارية من ساعة. ها شو هالحكي؟ غيرت لها زيت؟ غيرت لها. ايه وبواجي؟ ايه غيرته. وبلاتين؟ شو ها؟ بلاتين؟ لا ما غيرته. لا ما بصير، اي سيارة مستعملة يا ابو رامي، المفروض أول ما اشتريتها وقبل ما تسوقها تغير زيت وبواجي وبلاتين. طيب شرفوا سيدي لوصلكم. يلا والسيارة؟ هلا بنربطها بحبلة وبنشحطها عند اقرب مكنسيان. يلا شرف. تعال معي رامي، تعال تاخذ الحبلة.